نجي نحكي الخطوط العامة من أقول أنا بلد براشر، يعني شنو معناته؟ معناته lateral pressure exerted in the column of blood on the wall of the artery، يعني هو شنو الضغط اللي راح يسلطه البلد على wall of artery. كل ما يكون أكثر كل ما يكون البراشر مالته أكثر. طبعا عندنا two types of blood pressure اللي هو systolic pressure والdiastolic pressure. قلنا بصورة عامة الهارت هو شلون يشتغل؟ يشتغل يسوي contraction or relaxation، يعني حالة السيستول اللي هي حالة contraction شو يسوي بيه الهارت؟ البلد بلس شو يسوي بوش البلد عن طريق الارتري الى بقية انحاء الجسم. وبحالة الريلاكسيشن مش رأي اللي هي نسميها الدايستول، مش راح يصير راح يجينا البلد من بين الماء للهارت. وكذلك عندنا البرشر هو هم يبي سيستول ودايستول، هذا الماء يتبع السيستول يتبع الضغط يعني المسلط على الارتريز عندما يكون حالة الكونتراكشن بالفنتريكلز. أما الدايستول هو ضغط المسلط على الأرتريز في حال أن شوكت الدايستول يعني في حال الريلاكسيشن أو الفنتريكلز. نجي عليهم واحدة واحدة. السيستوليك براشر is the maximum pressure in the arteries during systol. It indicates the extent of work done by the heart, the force with which the heart is working, with the degree of pressure which the arterial walls have to withstand. مثل ما قلنا systolic pressure راح يمثل لي the pressure مالت البلد المسلط على the wall of vessels when في حالة contraction of the heart وبنفس الوقت هاي راح يشوف لي قابلية الارتريال وول جديد راح تتحمل، لأنه هي طبعا الارتريال وول تكون فيها الاستيسيتي مخاطية لها القابلية أنه تتوسع، فراح نشوف جديد قابليتها على التوسع. الدايستوليك براشر هو الزميمون براشر at the end of ventricular diastole، مثل ما قلنا هو الضغط المسلط للبلاد على جدران الأوعية الدموية في حالة الدايستول. It is the measure of constant pressure to which walls of the arteries are subjected. It is more important than systolic pressure. The systolic pressure because it is less fluctuating. ليش؟ لأنه systolic pressure أكثر شيء يعني تأثر مثلاً بالهارت دائما، إذا صار عندنا مثلاً ستريس أو مثلاً إذا صار عندنا فد ويرك مثلا زايد على الهارت رأسا راح يبين لنا السيستوليك براشر، يعني شلون يصير يساعد نازل شويتين اللي ما تكون يعني أكبر. بينما دايستول هو يقيس لنا حالة الريلاكسيشن اللي هي الحالة اللي هي تكون أكثر ستيبل. بعد it is the constant load against which the heart has to work. It is the pressure of peripheral resistance and depend mainly on the tone of the arteries. هو طبعا يقيس لنا the pressure of the peripheral resistance. شنو هي peripheral resistance؟ الresistance يعني اللي راح تواجه لنا the wall of the arteries لجريان نقل الدم من خلالها، يعني نسميها peripheral resistance. نجي على pulse pressure. The pulse pressure هو the difference between the systolic and diastolic pressure. إحنا قلنا systolic pressure وdiastolic pressure هو النوعين الرئيسيين من blood pressure. عندنا نوع ثالث يسمى pulse pressure. هذا شنو هو؟ هو الفرق ما بين systolic وdiastolic pressure. يعني نطرح systolic وdiastolic الفرق بينهم هو اللي يمثلني pulse pressure. It is the rise in the pressure caused by the injection of the blood into the aortic by ventricular contraction. It is measure of stroke volume and compliance of arteries. يعني شنو معناته؟ هو مقياس من stroke volume and compliance of arteries. The stroke volume هو يمثل لي شنو volume of blood
affected by the heart during systole. تمام؟ يعني حجم البلاد اللي راح يدفع الهارت وين بالارتريز خلال عملية السيستول هو هذا اللي نسميه ستروك فوليوم. الكومبلاينس اوف ارتريز شنو معناتها؟ معناتها مضاوعة الارتريز، بدءها قابلية مضاطية. مرات عندنا حالات مرضية يكون الارتريز ما لها قابلية ان تتهدد. تمام؟ فهذول العاملين هم اللي راح شلون يحسبون البلس بريشر. ليش؟ لانه مثل ما قلنا البلس بريشر هو فرق السيستول عن الدايستول. السيستول هو مقياس شنو للكاردياك اوتبوت او للستروك فوليوم، والدايستول اما مقياس للبيفرال ريزيستنس او الكومبلاينس او ارتريز. نجي على المين ارتريال بريشر. المين ارتريال بريشر is the average pressure presented through the cardiac cycle. هذا شو راح نحسبه؟ هو طبعا حسبوه هو طبعا يمثل ان pushing of blood through the systemic circulatory system. يعني شلون المين معدل الضغط الموجود بالcirculatory system بصورة عامة. طبعا كمعادلة هو شي مثل لي مثل الدايستوليك بريشر بلس 1 على 3 من البلس بريشر. هاي الحقوق المعادلة من اجيب لكم مين ارتريال بريشر تقولوا لي هو دايستوليك بريشر زائد 1 على 3 من البلس بريشر. زين شنو الايم مرحلة المختبر مالتنا؟ هو شنو اللي نحسب البلد بريشر للسبجكت at rest and after exercise. ان شاء الله راح تونسون بالمختبر، راح نقيس لكم البلد بريشر في حالة الريست ونسوي لكم اكسرسايز وبعد نعطيك لكم البريشر after exercise ونشوف الفرق بيناتهم. طبعا الجهاز اللي راح نستخدمه هو اسمه سبيك مومانوميتر. السبيك مومانوميتر هو نفسه جهاز قياس الضغط الزئبقي، أكيد كلكم شايفيه. وش نستعمل وياه؟ نستعمل وياه الستيثوسكوب اللي هي السماعات. طبعا البرنسبل مال عمل هذا الجهاز هو شنو؟ البريشر اوف بلاد ان ذا ارتري، طبعا البراكيال ارتري. هذا البراكيال ارتري وين موجود؟ موجود عندنا بهذا المرفق، بالمرفق هذا الارتري نسميه براكيال ارتري. طبعا هو بالانس اكسنت اجينست ذا بريشر اوف اير ان ذا رابر كاف سراوندينج ذا ارتري. يعني هو البرنسبل العمل مال هذا الجهاز شلون راح يكون؟ راح يكون انا ايش راح اسوي؟ اكو فد يعني كالف راح اربطه على الارم مالتي. طبعا راح يعني املأ بالهواء، راح يسلط لي ضغط وين؟ على الارتري مالتي اللي احنا قلنا البرانكيال الموجود في منطقة المرفق. هذا الهواء راح يسلط لي ضغط وين؟ على الارتري مالتي. من سلط لي ضغط عليه ايش راح يحسب لي؟ ايش قد اكو ضغط بالبلاد على جدران الاوعية الدموية راح تنعكس بالقراءة اللي راح يقرأ ليها الجهاز اللي هو سبيك مومانوميتر. طبعا عندنا عدة طرق لقياس البلد بريشر. عندنا اول طريقة اسمها البالبيتري ميثود، الطريقة الثانية اوسكليتري ميثود، والطريقة الثالثة اوسكليتري ميثود. خلينا نشوف واحدة واحدة شلون حتكون. احنا هاي ان شاء الله البروسيجر قلنا هاي بس ناخذ فكرة عامة نشرحها بالمختبر قدامكم حتى تفتهمون يعني شلون دا يشتغل الجهاز وشنو المبدأ مالت العمل مالته. اول شيء عندنا البالبيتري ميثود. The subject is asked to sit on a stool. طبعا البيشن دائما من نريد نقيس له الضغط ما نقيس له هو واقف، لا دائما راح يكون اترس ويكون جالس. The cuff، الكف هذا تشوفون بالصورة اللي مربوط يعني حول الذراع. Tied around the upper arm with the lower border of the cuff not less than 2.5 cm above the cubital fossa.
تشوفون هذا الكف اللي ربطه هو على الذراع، يقول لازم الربطه يعني فوق منطقه الكيوبيتال فوسا. الكيوبيتال فوسا هاي الخصبه الموجوده بالايد بالمرفق، تمام، يكون فوقها تقريبا ب2.5 سنتيمتر. The outlet bulb of the pulp is closed. احنا عندنا pulp هذا اللي راح ننفخ به، طبعا الصمام مالته راح يكون بالبداية مسدود، يعني بعدنا احنا بس نلف الكلب بعدنا وبعدين بالقياس. The radial pulse is palpated while the cuff is being inflated to a pressure slightly above the level at which the radial pulsation is not longer felt. بهاي الطريقة ايش راح نستخدم؟ ما راح نستخدم سماعة، لا راح نستخدم ايدينا نضغط يمن على الراديال ارتري. الراديال ارتري وين موجود؟ موجود قريب من منطقة الرسوغ، تشوفوا بالصورة هو حاط ايديه على هذا الارتري ضغط عليه. ايش راح يسوي؟ راح يبدي بالبلب ينفخ، زين هذا الكلف المربوط راح يختفي عندي النبض بعد ما احس بالنبض، تمام. أبوع على الجهاز إيش قصة جلي الجهاز بقي أسجل الرقم، بعدين ورا شوية راح أفتح الصمام وأنفس الهواء الموجود شوية شوية على كيفي إلى أن البلس راح يرجع يظهر من جديد. من راح يرجع يظهر من جديد؟ أقرأ إيش قصة جلي الجهاز، صارت عندي قراءتين، الأبرج مالتها هو يعني هو هذا البلس اللي إحنا راح البلس براشر. أعيد لكم الطريقة، الطريقة هي شنية؟ أول شيء راح نربط هذا الكالف، وين نربطه؟ فوق منطقة الكيوبيتال فوسا ب2.5 سنتيمتر، تمام؟ ما راح أستخدم ستيثوسكوب هنا، وإنما أستخدم شنو؟ إيدي، وين أضغط؟ أضغط على الراديال أرتري اللي موجود بمنطقة الرزق مثل ما موجود قدامكم بالصورة. إيش راح أحس؟ راح أحس أنه أكو نبض، أكو بولس، تمام؟ أسجل إيش قد قراني الجهاز في حال وجود النبض. ها طبعاً وراها إيش راح أسوي؟ راح أفتح الصمام أنفس الهواء وأنا وعدني ضغط على الشريان إلى أن يرجع النبض عندي. أقرأ إيش قد سجل الجهاز، الفرق ما بين القراءتين هو اللي هو السيستوليك بلد بريشر. طبعا هاي الطريقة نقيس بها فقط السيستوليك بلد بريشر، وأبد ما راح تقيس لي الدايستوليك بريشر. نجي على الطريقة الثانية اللي هي أوسكوليتيتري ميثود، هاي الطريقة الاعتيادية اللي احنا متعارف عليها. يقول بهاي الطريقة راح نقيس كل من السيستوليك والدايستوليك بلد بريشر، عكس الطريقة السابقة اللي كانت قيسنا فقط السيستوليك. هنا ايش راح نستخدم؟ بدل ما نستخدم ايدنا ونتحسس النبض، لا هنا راح نستخدم الستيثوسكوب اللي هي السماعة. هاي الستيثوسكوب طبعا نخليها وين؟ على البراكيال ارتري. البراكيال ارتري هذا موجود في منطقة الكيوبيتال فوسا اللي هي بالمرفق، بالمرفق، تمام. خلنا نجي نقرأ السلايد حتى لا تضيعون. By palpatory method only the systolic blood pressure could be measured مثل ما حكينا بالطريقة السابقة، بينما بهاي الطريقة اللي هي auscultatory method both دكتورة الصورة واقفة. اي نعم. By auscultatory method both the systolic and diastolic blood pressure can be measured. The chest piece of the stethoscope is placed over the brachial artery. The pressure in the cuff is raised above the systolic pressure by about 30 mm mercury, previously determined by palpatory method. The pressure is then lowered gradually تقريبا من 2 إلى 3 مليمتر per second. نحكيها بالعامية، الطريقة هذا مشابهة الطريقة السابقة من حيث أنه شو أسوي؟ أجيب الكالف أربطه على إيدي، تمام. من أربطه على إيدي راح طبعا شو اسمه الطريقة البامب اللي موجود عندي أني
راح انفخ قبل الهواء. شلون اتحسس يعني النبض؟ بالطريقة السابقة استخدمنا ايدينا وتحسسنا النبض بالارتري الموجود بالرسوخ وكان اسمه راديال ارتري. هنا لا، الارتري حنستخدمه هو اسمه براكيال ارتري. وين موجود؟ موجود بالمنطقة الكيوبيتال فوسا اللي هي بالمرفق، تمام؟ اخلي عليها الستيثوسكوب. هنا انا ما استخدم ايدي حتى اتحسس النبض، وانما استخدم السماعة اللي هي الستيثوسكوب. خليتها، راح اجي انفخ بالقلب، املي الهواء بهذا القلب بالهواء. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عدة اصوات. اول صوت راح اسمع يكون شارب قوي، هذا شنو هو؟ هو نفسه السيستوليك بريشر، تمام؟ بعدين اجي اخفض شوية شوية وانا افتح الصمام وابدي انفس الهواء، بس طبعا مو على السريع، شوية شوية على كيفي. راح تظهر لي عدة اصوات، هاي الاصوات طبعا هاي نتيجة انه التربلنت فلو للبلاد الموجود داخل البلاد بزل، مو أنا ضغط عليه فهو تقريبا partially occluded، يعني تقريبا جزئيا مسدود، فالحركة الدم خلال هذا الأرتري راح تكون يعني مو طبيعية، فحتعطيني أصوات مختلفة. هاي الأصوات أهملها، أنتظر شوية شوية يعني أستمر أنفس بالهواء إلى أن يختفي عندي الصوت تماما. من اختفى الصوت تماما هو هذا هنا عندي diastolic pressure. أباوع الجهاز اللي هو السفيغمومانوميتر، أباوع الزئبق وين وصل، من اختفى الصوت عندي أسجل القراءة، هي هذه الدايستوليك بريشر، تمام طلاب؟ إذا إحنا شنو اللي يهمنا؟ يهمنا أول صوت اللي ظهر عندي، أول ما أبدي أسمع أكو صوت مع النبض أباوع على الجهاز شقد قرأ يا رقم، هو هذا السيستوليك بريشر. أبدي أنفس شوية شوية، راح تظهر لي عدة أصوات مخربطة، هاي ما أدير الهبال، إلى أن يختفي عندي الصوت تماما. من اختفى عندي الصوت تماما أبوع الجهاز أدي يا رقم اختفى عندي الصوت، هو هذا الدايستوليك بريشر. نشوف هاي الصورة، تشوفون طلاب هو هذا الجهاز اللي هو سفيغمومانوميتر، الجهاز الضغط الزئبقي كنا احنا شايفين حتى موجود عندنا بالبيوت، يا اما يكون بزئبق او مرات يكون هيك مثل الساعة بينجيج ومثل الساعة. تشوفون هذا البالب الجزء المطاطي اللي اني راح استخدمه حتى انفخ به الهواء، عندنا الفولب هذا الصمام اللي على صفحة اني اتحكم به اسده وافتحه، وهذا الربر اللي راح اني الفه around the arm. هسه كلها إن شاء الله تشوفوها بالمختبر. نجي على الأوسكيليتاري ميثود. This is another method of determining blood pressure. By this method, both the systolic and diastolic blood pressure are determined. The pressure at which oscillation appear in the mercury manometer give the systolic pressure and the pressure at which it disappears give the diastolic blood pressure. However, this method is not accurate. هاي شنو هنا؟ هذا جهاز هنا هنستخدم الكتروني، لا استخدم ايدي حتى اتحسس النبض، ولا استخدم الستيثوسكوب مثل الطريقة الثانية، لا، وانما شنو يعني مجرد اني الف الربر حول الارم زين وأمني بالهواء، أكو جهاز إلكتروني هو وحده راح يقرأ. من اسمه أوسكوليتاري ميثود، يعني شنو يقيس لنا أوسكوليشن، يعني ذبذبات، تمام؟ فمن راح تظهر لي هاي الذبذبات راح يعطيني رقم، هذا الرقم عند ظهور الذبذبات هو السيستوليك بريشر. من حتختفي هاي الأوسكوليشن الذبذبات راح يقرأ لي رقم، عند الاختفاء هو الدايستوليك بريشر. يعني الجهاز أوتوماتيكي وحده حيقيس، لا يحتاج استخدم إيدي ولا يحتاج استخدم الستيثوسكوب، لكن هو هذا الجهاز الإلكتروني إحنا كنا نعرفه مو دقيق، يعني أكثر دقة هو الجهاز الزئبقي. Important equations in the use of sphygmomanometer.
شنو هي المحاذير اللي احنا نتجنبها او الاشياء اللي مفروض احنا نسويها؟ المانوميتر should be placed at the level of the heart. الجهاز لازم يكون على مستوى الهارت. مثلا اذا الشخص مثلا جالس راح يكون الجهاز وين؟ مثلا على البنج، والايد مال المريض ايضا تكون على البنج بحيث يكون مستوى الجهاز مع مستوى القلب. مثلا اذا كان المريض نايم على السدية، الجهاز وين اخليه؟ اخليه على السدية يمه بحيث تكون ايده والجهاز مع مستوى القلب. The lower border of the cuff should be 2.5 cm above the cubital fossa. For children, a narrow cuff should be used. مثل ما قلنا قبل شوية، أنا الكف مالتي أربطه فوق منطقة الكيوبيتال فوسا باثنين ونص سنتيمتر، يعني لا أقل ولا أكثر. ما مناسب للأطفال، ما يقف على إيدهم، بالتالي ما راح يقرأ القراءة الصحيحة. فأكو جهاز خاص للأطفال يكون الربر مالتهم يعني أصغر حتى يناسب أعمارهم. The blood pressure should be preferably taken at arm. أنا من أقيس دائما أستخدم الإيد اليسرى اللي هي تكون قريبة من القلب، فتعطيني قياس أدق من الإيد اليمنى. نرجع على normal values. The average systolic pressure in healthy adult is 100 إلى 140 مليمتر مركري. احنا نقول السيستوليك بريشر مرات نقول 10-14، هي يعني معناتها 100-140 هو هذا الطبيعي، بينما الدايستوليك بريشر من 60 إلى 90 مليمتر مركري، واحنا بالعامية نقول عليها 6-9، سامعين نقول مثلا ضغط 12/9، هو بحقيقة مو 12/9، هو 120/90. تمام، إذا هاي كلش مهمة، لازم تحوضون النورمال فاليو للسيستوليك بريشر اللي هي ما بين 100 و 140، والدايستوليك بريشر ما بين 60 و 90. In children it is closer to the lower end of the scale and in the elderly it reaches or even exceed the higher figure. طبعا بالأطفال راح يكون القيمة تكون أقل من هذا، مثلا قريبين إلى مثلا 100 بالسيستول، قريبين إلى 60 بالدايستول، بينما الأشخاص اللي هم كبار بالعمر أكيد راح تكون المستوى مالتهم أعلى. The differences between the systolic and diastolic pressure is the pulse pressure. مثل ما قلنا بالبداية، قلنا البلس بريشر هو شنو الفرق ما بين السيستول والدايستول، يعني أطرح السيستول والدايستول. مثلا عندي ساني السيستول شقد؟ 100، أطرح من الدايستول 60-40، هو البلس بريشر. تمام، ان arterial blood pressure is directly proportional to cardiac output. طبعا cardiac output هي amount of blood pumped out of the left ventricle per unit time and peripheral resistance to blood flow. عندنا معادلة نحسب من خلالها ال blood pressure، شو تساوينا؟ تساوينا ال cardiac output في ال peripheral resistance. قلنا ال cardiac output هو شرحت مثل معدل ما يضخه القلب يعني من blood بالدقيقة الواحدة مضروبة بالبربرال ريزيستنس. شنو البربرال ريزيستنس؟ هي مقاومة الأوعية الدموية لمرور البلد من خلالها، وهاي المعادلة هم مهمة تحفظوها. البربرال ريزيستنس is increased by the blood vessel constriction most importantly the arterioles. زين البربرال ريزيستنس إيش وقت تزداد عندي؟ تزداد عندي في حاصر عندي constriction بالبلد vessel. طبعا أنا إذا صار عندي تضيق بالبلاد فيزل معناتها البلاد ما راح ياخذ راحته، فبالتالي إيش راح يصير؟ راح يسلط لي ضغط أكبر على الجدران، الجدران
ما بها إلاستيسيتي راح الضغط حيزداد. عندنا حالة أخرى يزيد بها البريفرال ريزيستنس اللي هي increase in blood viscosity. أكو في حالات معينة مثلا اللزوجة دا سامعين بها بالدم، هذا راح تكون كثافة الدم راح تزداد. لمن تزداد راح يصل الضغط أكبر على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي الريزيستنس المقاومة للجريان البلد خلال هذا الفصل راح تزيد. And by a loss of elasticity of the arteries مثل عندنا بالأرتريوسكليروسز، أو في حالات معينة مرضية مثل ايش عندنا أرتريوسكليروسز اللي هي شنو؟ مرض تصلب الشرايين. هذا احنا قلنا الأوعية الدموية بها قابلية انه تتمدد الى حد معين، لكنه بهاي الحال راح يصير تصلب بهاي الأوعية الدموية فما حتتمدد، فالبلد من راح يمر خلالها حيجد صعوبة ومقاومة أكثر، فبالتالي البريفرال ريزيستنس يزيد والبلد بريشر أيضا راح يزيد. Any factor that increases either the cardiac output or the peripheral resistance cause an almost immediate reflex raise in the blood pressure. طبعا هو blood pressure من حسب المعادلة اللي قد نشوفها قدامنا هو من جاي؟ جاي من حاصل ضرب الكارديك أو output في peripheral resistance. إذا أنا زاد أدي الكاردياك أوتبوت في أي حالة معينة، أو زادت أدي البريفرال ريزيستنس في أي حالة معينة، أو اثنينهم، أو حتى لو واحد من عندهم زاد، بالتالي إيش راح يسوي لي؟ راح يزيد لي البلد بريشر. نجي على الفيزيولوجيكال فاريشنز. البلد بريشر is slightly lower in women than men. دائما المان نشوف البريشر مان، ليش؟ لانه المان عند المصل ماس اكثر من الومان، فمن تكون كتلة الجسم مالته اكبر يحتاج الى بلد اكثر، يعني الكاردياك اوتبوت راح يكون عنده اقوى من الومان. نجي person with cylinder build have got a lower blood pressure than those of heavy build. يعني دول الأشخاص اللي مثلا يكون الجسم مالتهم نحيف البلد بريشر مالتهم يكون أقل من الأشخاص اللي هم مثلا يكونون سمان أو أنهم يكونون ضخمين. ليش؟ لأن الجسم مثل ما قلنا كل ما يكبر كتلته تكبر يحتاج إلى بلد أكثر، يحتاج إلى كاردياك أوتبوت أعلى، فبالتالي راح يكون الضغط أكثر من الأشخاص اللي هم نحيفين. زين بعد ايش عندنا؟ during sleep systolic pressure is less. طبعا خلال النوم systolic pressure راح يكون اقل لانه الانسان نايم ومدى يحتاج الى جهد، cardiac output مالته راح تكون قليلة، فبالتالي الضغط مالته راح يكون قليل. بعد ايش عندنا؟ عندنا emotional excitement and muscular exercise cause an increase in the blood pressure. يعني مثلا الشخص إذا يعاني من anxiety قلق مثلا أو anger في حالات الغضب، هاي الانفعالات العاطفية شو تسوي؟ راح تزيد عندنا الضغط. في حالة مثلا شنو عندنا؟ إذا واحد يسوي مثلا تمارين رياضية أو هذا كله يزيد، يحتاج الجسم إلى طاقة، يحتاج إلى blood. من يجهزنا بالblood الهارت معناتها أكو cardiac output يصير أعلى، فبالتالي الضغط مالتي حيكون أكثر. كذلك في حالة الافتر ميل واحد منا ياكل بعد الاكل يكون ضغطه اعلى مما قبل الاكل. ليش؟ انه الانسان من ياكل الاكل وين راح يروح؟ راح يروح بالاستومك وراح يروح بالانتستين. هنا أنا راح يحتاج تقلص مو صحيح الاستومك والانتستين، البلد فلو حيزداد. هذا الشيء يحتاج عندنا يحتاج انه يتجهز يعني ببلد اكثر، فالكاردياك اوتبوت راح تكون اقوى وبالتالي حيزيد عندنا الضغط. Especially the systolic is highest in the standing position, lower in the sitting and lowest while the subject is lying down. الدايستول بريشر يقول طبعا يكون أعلى إذا الشخص واقف، وإذا الشخص جالس حيكون أقل، وإذا يعني نام حيكون بعد أقل، يعني طبعا الجهد راح يكون أقل.
effect of moderate exercise on blood pressure. During exercise, there is a moderate increase in systolic blood pressure. This is due to an increase in cardiac output caused by an increased heart rate and myocardial contractility. يعني شنو معناته هنا عندنا الستروك فوليوم راح يزداد. ليش؟ Due to increased sympathetic activity and increased bilirubin return. ليش احنا هنا في حالة الاكسرسايز الجسم طبعا راح يحتاج الى بلد اكثر. ايش راح يتحفز عندي؟ راح يتحفز عندي السمباثيك نيرفس سيستم. هسه ان شاء الله تاخذوها بالمختبرات الجاية. عندنا الاوتوماتيك نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الذاتي، يتكون من قسمين اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك. في حالة الاكسرسايز السمباثيك نيرفس سيستم هو اللي راح يتفعل. هذا وظيفته شي يسوينا يزيد لنا الكاردياك اوتبوت ويزيد لنا الستروك فوليوم. اللي هو شنو هو قلنا الستروك فوليوم؟ هو الفوليوم بامبت ديورينج الكاردياك اوتبوت، فبالتالي راح يزيد عندي هنا البلد بريشر. The effect of a vasoconstriction in active region are overcome by the vasodilation in active muscles. Hence, the diastolic pressure at the pre-exercise level is slightly reduced. وطبعا البلس بريشر راح يزداد. ليش؟ لأن راح يزيد عندنا السيستوليك والدايستوليك، فأكيد هو ما دام الفرق بينهم هو أيضا راح يزداد. نجي على مصطلح البولس اللي هو النبض. The term pulse referred to an altering flow of pressure, expansion and then recoil in an artery that occur with each contraction and relaxation of the left ventricle. طبعا احنا بكل حالة contraction و relaxation هي هاي نسميها الهارت بيت اللي هي حتولد النبض. ففي حالة الكونتراكشن ايش راح يصير عندنا؟ راح الهارت يضخ البلاد. البلاد ايش راح يسوي؟ راح يصير له ضغط على الأوعية الدموية، يصير عندي اكسبانشن بيها. وفي حالة الريلاكسيشن ايش راح يصير؟ الاوتبوت للهارت راح يكون أقل، فايش راح يصير بالبلاد بزل؟ راح يصير ريكويل. فهاي الحالة مالت الاكسبانشن الدسي والريكويل بالارتري هي نسميها البالس اللي هو النبض اللي احنا نتحسسه من الزم الشريان. Normally the pulse rate هو count of arterial pulse per minute equal the heart rate. من اقولكم البالس ريت اللي هو النبض هو نفس الهارت ريت اللي هي beat per minute. البلس افريج هي طبعا من 70 الى 76 بيتس بير مينت ان ذا ريستنج ستيت. احنا قلنا البلس ريت هي نفسها الهارت ريت. ليش؟ انه احنا قلنا البلس منين جاي؟ جاي من الاكسبانشن بالارتري والريكويل. هذا الاكسبانشن اللي يصير بالارتري والريكويل اللي احنا نتحسسه من اللزمه هو نتيجه الكونتراكشن والريلاكسيشن اللي تصير بالهارت. فهي نفسها الهارت ريت او البلس ريت لها نفس المعنى، واللي هي طبعا النورمال فاليو بالإنسان الأدلت بصورة طبيعية من 70 إلى 76 هاي في حالة الريست. أما إذا مثلا كان عندك جهد معين أكيد راح تصعد فوقها. The pulse may be felt easily on any superficial artery when the artery is compressed over a bone or firm tissue such as the neck اللي هو carotid artery or inside of the elbow اللي هو brachial artery or breast اللي هو radial artery. يعني شنو معناتها؟ يقول البلس نقدر نتحسسه بالارتريز اللي هي superficial اللي هي تكون ظاهرية، مو الارتريز اللي هي الداخل اللي ما تبين. لا، هاي الارتريز الظاهرية ساني من ضغط عليها راح اشوف جوا ايدي احس اكون ابض. مثل ايش هاي superficial artery؟ منطينا امثلة الكاروتيد ارتري. الكاروتيد ارتري وين موجود؟
هذا بنك، إذا شايفين بالرقبة أكو فد شريان ظاهر خصوصا بوقت العصبية، هذا راح يظهر، هو هذا الكاروتيد أرتري. واحد من يضغط عليه يقدر يتحسس النبض مالته. بعد وين عندنا البريكيال أرتري، هذا اللي حكينا عنه، الموجود بمنطقة الألبو اللي هي بالمرفق، أو الراديال أرتري اللي موجود بمنطقة الريست. هذني أكثر الأرتريز الموجودة اللي لو ضغطنا عليها نقدر نتحسس البالس. طلاب انتهى المختبر، أكو أحد عنده سؤال؟ طلاب أكو سؤال؟ ها عيني. نعم نعم تفضل. نعم إذا عندك رابط حضور تسجيل وأنا حسني يعني هو موضوع أحد إيدي دي يعني إيه، ما يخالف يقول لك أنا ما عنديش تعريض تسجيل رابط يقول وأنا أريد تعديل السلايد رقم أعتقد هذا السلايد تمام تمام بالنسبة طلاب، طلاب بالنسبة للحضور، الحضور أنا يجيني إيميل بأسمائكم يعني جاهز، فاللي يعني خلص وما عنده